عنده حكومه غير هسه. انا شايف هو سوداني داخل بغته، هو الرجال احنا ما لنا شغله فيه، اشوى من ذولاك. بس هو انطى نروح للتقاعد العامه، يقول السوداني قال قطع اراضي للمتقاعدين وينها؟ نعطيني مجال. وين؟ قالوا روحوا للتقاعد، رحنا للتقاعد، سوينا معامله، سوينا فايل، وقدمنا وين؟ قالوا وين منطقتك؟ انا قلت لهم من فوش بغداد الكرخ. قالوا وين تريد اقرب الناس؟ قلت لهم جسر دياله. قالوا جسر دياله تنطي العالم تمشي. سوينا انا وخالي رحنا سوينا لنا وقدمناها لهم، الناس خلف الله عليهم دائره استلموها، قلنا لهم شو اكيد؟ قالوا هذا الوصل اخذه ها، واحنا عود نعطيكم على الانترنت على مجلس الدياله. زين. ناس تقول كذب، ناس تقول صار ايش قد هذا الموضوع؟ صار خمس اشهر ست اشهر. تمام. تقول لهم يا رئيس الوزراء هو طبيب، زين انت رئيس وزراء، هسه احنا نخاف نحكي احنا نخاف نحكي ويقول هذول هيجي. بزمن صدام بزمن صدام هسه ما لنا شغله به، هو اذى ما اذى ما سوى، بس من يسوي شغله ها بعد اعتبرها تنفيذ. زين احنا هسه عندنا قنوات كلها ها، قنوات كلها ها جاي هاي القناه تعطي هيك وهاي تعطي هيك وهاي تعطي هيك وهاي تعطي كلها ناشرتها المتقاعدين والقيعان والهاي. زين انت المتقاعد اخذ من عنده 100 وطي 100 انطي 100 على القرض، خليه يبني له غرفتين وحمام ومطبخ بس عم غرفه وخليه تقعد. ليش هسه هاي احنا هسه بالعبيدي الطابو صوت الحواس ما زيد من الطابو، واثرت على الكهرباء واثرت على المي، احنا دمرنا بغداد. ليش دمرناها؟ من هاي الشغلات. انت رئيس الوزراء داخل بغيتك ها، انت رئيس جمهوري كلش ما مفتهمين من عنده هسه شيء، ما فد يوم رئيس جمهوري غني احنا نريد نشوف من عنده فد مبادره فد هاي. انتم مبادرتوا والله خطيه شياب متقاعدين ذاك اليوم وحده مره وعجوز قاعدين باو عليهم والله انقهرت، قالوا اكو زياده هاي مال العيد 100 10 ماكو ماكو انطوها وراك. ما يصير انتوا لو تمشون عدل، لو احنا نخاف من غير بكان ها، تتحكم بينا غير دول. رئيس وزراء بس انا اقول لك يراد له سند، يراد له سند ويراد له سند واحد يسنده. عمي الرجال يشتغل هذا تحق الله. احنا نحكي بس الدائر ما دايره يعني ما يخلوه. هسه هو انطى هسه انطى شغلات للرعايه، هم فقره اكو بيهم فقره والله باوع على المناطق الشعبيه يعني تكسر خاطر. انا اقرائي من عند انا اعرفهم اقرائي اعرفهم ماكو حارضهم حالهم عايشين على الرعايه وعلى هاي الحصه مالت الرعايه تنفسوا. شلون المغذي؟ شلون المغذي؟ ما يصير ما يصير. انتم تاخذون الملايين.